النهارده انا في المعمل المركزي للمبيدات، يمكن مؤسسه ما فيش حد كتير من الناس هنا يعرفوا عنها، عايزين نعرف تفاصيلها، الانشطه اللي داخل المعمل، ايه المبيدات الكويسه وايه المبيدات السيئه تجاه الاغذيه بتاعتنا، سواء انتاجها محلي او بنصدرها بره. كل التفاصيل دي هنعرفها من الدكتور شكري عبد السلام مدير المعمل. صباح الخير يا فندم. اهلا، صباح الخير. مرحبا بحضرتك النهارده، وكنا عاوزين نعرف الناس المعهد هنا او المعمل هنا بيقدم ايه للناس. اهلا وسهلا، صباح الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. في البدايه بحب اقول ان ربنا يسلم مصر وشعبها من الازمه اللي بيمر بها العالم. بالنسبه للمعمل المركزي للمبيدات، ده عبارة عن معهد علم متخصص في مجال مبيدات الآفات، بيحقق إشراف الدولة على المبيدات، بيقوم بدور بحثي ورقابي وإرشادي وتدريبي وكل العوامل أو كل الأشياء اللي بتخص تداول المبيدات في مصر، المعمل المركزي هو اللي مسؤول عنها. احنا عرفنا انه اي مبيد بيجي من بره بيدخل في اطار التجربه لمده سنتين كاملين عشان تطمنوا ان المبيد ده صالح للاستخدام. فعلا المبيد في بدايه تسجيله بيتم تجريبه سنتين في الحقل. اثناء التجريب بيتم تسليم العينات لمسؤول التجريب، وبتيجي المعمل المركزي للمبيدات تتقيم من الناحيه الكيميائيه والناحيه الطبيعيه بالنسبه للمواصفات اللي متسجل عليها المبيد، او المواصفات اللي مطلوب تسجيل المبيد عليها لو هو بيتسجل لاول مره. في خلال السنتين دول لو المبيد مطابق للمواصفات ومطلوبه في الحقل بيتم تسجيل المبيد ده، بالإضافة للدراسات الكيميائية أو دراسة الخواص الطبيعية والكيميائية اللي بتتم في المعمل، بتتم بعض الدراسات الأخرى على المبيد، منها دراسات السمية الحادة والسمية البيئية، منها دراسات باخد بصمة بقى كاملة للمبيد. البصمة دي عبارة عن معلومات أكتر عن المبيد من الناحية الطبيعية والناحية الكيميائية. البصمة دي أو ملف البصمة ده بيتحفظ في ملف المبيد، بحيث ان لو جه اي شحنات وحصل عليها خلاف في الخواص الطبيعية والكيميائية، بنرجع للمواصفات او الخواص اللي سجل على اساسها المبيد. انا عاوز اكلم حضرتك في نقطة مهمة، دايما بنسمع الاكل ده مسرطن او الاكل ده هرموناته زيادة، ده بيسبب امراض للناس. عايز اعرف صحة المعلومة دي، خصوصا ان انا شفت هنا في المعمل انه ما فيش حاجة بتعدي كده وبتمر مرور الكرام، لا بيبقى فيه دراسات وبتتابعوا المبيد اللي بيتم رشه سواء مع الفلاح او حتى قبل الحصاد، بتتابعوا طول الوقت. عايزه بس المعلومات دي الناس تعرفها. اولا اثناء تسجيل المبيد برضه بتعمل دراسه اسمها دراسه ما قبل الحصاد. دراسه ما قبل الحصاد دي بعمل تجربه في الحقل وبجيب عينات من المبيد احللها في المعمل لدراسه متبقيات المبيدات، لغاية ما أوصل للحدود الآمنة من متبقيات المبيدات، وبدي توصية على البطاقة الاستدلالية للمبيد إن المبيد ده ممكن ينشال من الحقل بعد المعاملة بكم يوم، 3 أيام، بأسبوع. دي إجراء مبدئي بعمله لحماية المستهلك، يعني بحدد على البطاقة الاستدلالية للمبيد المحصول اللي متعامل بالمبيد الفلاني ضد الآفة الفلانية أشيل المحصول بعد كم يوم. لو إن الفلاحين التزموا بالتوصية دي في أثناء تطبيق المبيد، يعني ما يلتزم بفترة ما قبل الحصاد إن هو ما يشيلش المحصول غير لما تمر الفترة دي، هتكون مشاكل متبقيات المبيدات في أضيق الحدود. في توصية تانية، لو إن المزارع أو الفلاح البسيط استخدم المبيد اللي متوصي به على المحصول اللي تمت التوصية عليه، على الآفة اللي تم التوصية عليه، برضه هتكون متبقيات المبيدات في أضيق الحدود تقريبا، يعني واحتمال ما يبقاش في متبقيات مبيدات. بالإضافة للدراسة دي بتتعمل دراسات أخرى على المبيدات بعد التداول. بعد تداول المبيد في عندنا مشروع بناخد عينات من المزارع،
بدأنا بمحصولين مهمين اللي هو محصول الجوافة ومحصول الفراولة على أساس أنها محاصيل تصديرية. بناخد عينات من المزارع أثناء الحصاد ونحلل متبقيات المبيدات فيها ونحدد إن كان الفلاح التزم بفترة ما قبل الحصاد من عدمه، التزم بالتوصيات من عدمه. بالإضافة لكده في عندنا مشروع لرصد متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية على الخضار والفاكهة، شامل يمكن 30 محصول في 15 محافظة، بناخد عينات على مدار السنة. يعني الوقت بس هو بيحكمنا يا فندم، انا يعني اكيد هيبقى لينا لقاءات اخرى متوفره يعني على مدار الايام كلها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور شكر عبد السلام مدير المعهد. اليك دينا. بشكرك لميا، لكن اخيرا قبل ما نسيب اللقاء المهم بتاعك، مهم نسال هل كافي تطهير الخضار والفاكهه من بقايا المبيدات اللي الدكتور كان بيكلمنا عنها بس بالميه والخل منزليا كده، ولا في اجراء ممكن الناس تعمله لحمايه نفسها من البقايا دي؟ طيب السؤال الاخير يا فندم، احنا كنا عايزين نسال دينا عبد الكريم المذيعه البرنامج، بتسال حضرتك ازاي نطهر الخضار والفاكهه بتاعتنا، هل بس من الميه والخل ولا في مواد ثانيه ممكن نضيفها؟ والله في، بالاضافه للكلام اللي احنا قلناه والاجراءات اللي الدوله بتعملها، ممكن ربه البيت عليها بعض الاجراءات ممكن تعملها. يعني ثمار زي ثمار الخيار ممكن تتقشر، لو في اي مبيدات على السطح هتنشال. عمليه الغسيل تحت ميه الحنفيه او ميه الصنبور اللي هي بتجري دي لمده دقيقتين او ثلاثه برضو بتعمل ازاله كبيره لمتبقيات المبيدات. عمليات برضو البروسيسنج زي التخليل وتحويل الفاكهه لمربى والحاجات دي كلها برضو بتعمل ازاله لنسبه كبيره من متبقيات المبيدات لو موجوده. ثالث حاجه برضو عمليات الطبخ والتسويه للخضار والفاكهه او للخضار بشكل عام بتقلل متبقيات المبيدات لحد كبير. وفي الحقيقة يعني برضو أنا مش عاوز الناس تدي لموضوع متبقيات المبيدات أهمية كبيرة، لأن الدراسات اللي احنا عملناها بتقول إن يمكن أكتر من 50% من العينات اللي احنا سحبناها من السواء ما كانش فيها أي متبقيات للمبيدات. 50% اللي توجد فيهم متبقيات المبيدات كانت كل أغلبها أو نسبة كبيرة منها يمكن فوق 35% من النسبة دي كانت أقل من الحدود المسموح بها. يعني العينات المتجاوزة أو اللي فيها متبقيات المبيدات أعلى من الحدود المسموح بها بتكون في أضيق الحدود، ودي بتكون راجعة ليه سوء استخدام المبيد، ان انا استخدمت مبيد على محصول ما هوش متوصي به، او ان الفلاح ما التزمش بفتره ما قبل الحصاد. فالموضوع يعني ما هوش مزعج قوي، لان الدراسه اللي احنا عملناها بتقول كده، بتقول ان اكتر من 50% خالي من المبيدات او ما فيش اي متبقيات. 50% في حوالي 45 في حوالي 35% فيهم مبيدات اقل من الحدود المسموح بها. يعني شكرا، بشكرك شكرا جزيلا على المعلومات الجميله دي. يعني اطمنوا الاكل بتاعنا ما فيهوش بقايا للمبيدات، ما فيش حاجه اسمها هرمونات، ما فيش حاجه اسمها مسرطن، ويا دوب الميه الجاريه هي اللي بتقدر تقضي على اي مشاكل او كيماويات داخل في الخضار او الفاكهه بتاعتنا. اليكي دينا.